نرجع للشمس ثاني. سبحان الله سبحان الله. طبعا خلف المباني اهي، ادي الشمس اهي نزلت منتصف المئذنة اهي، اقتربت من منتصف المئذنة، المتابعة اهي اقتربت من منتصف المئذنة. فسبحان الله سبحان الله. وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري المستقر لله ذلك تقدير العزيز العليم. اهي وآية لهم الليل في سورة ياسين، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. فسبحان الله، شوف فلك دائم يدل على لطيف الخبير المدبر المقدر الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. كيف للشمس أن تدور في مسارات ثابتة ومتحركة بإذن الله، ولا تتأخر وتتوانى ولا تستطيع تأخير إلا أن يكون لها مديرا ولها خالقا ولها من تخشاه. ولو أنه سبحانه وتعالى لا يمسك بالسماوات والأرض وأن تزول، ولا يمسك باليكون، لكانت الشمس تلاعبت والقمر تلاعب والأكوان تضاربت وتلاعبت. ولكنهم أيه يسيرون بنظام محكم بآلاف وسرعات رهيبة. إن إحنا في حسب الرؤية العامة بتاعتنا بنشوف إن إحنا اقتربت الشمس من الإيه؟ من المغيب. طبعا لسه هي اللي